طب هبتدي مع حضرتك يا ست اللواء. يعني الوقايه خير من العلاج. واقفل الاول المنافذ وضيق الخناق على المدمنين قبل ما يعني نبدا نتكلم هنعالج ولا هنعمل ايه. الاول ايه الوضع؟ يعني ضبطيات احنا بنتابعها، لكن احنا اتعلمنا دايما اللي بيتم الاعلان عنه يعني 10% من الحجم الحقيقي من المشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر حضرتك لدعوتنا النهارده في هذا اللقاء، وبشكر وبرحب بالاستاذ عمرو عثمان امين صندوق مكافحه وعلاج الادمان. لكن بدايه طبعا عشان نتكلم مشكله المخدرات، وطبعا نسبه اللي حضرتك قلتها نسبه 10% 20% ده طبعا كلام قديم وكلام طبعا مش مظبوط 100%. يعني احنا الحمد لله بالنسبه لاداره عامه مكافحه المخدرات دي يعتبر اداره من عارف الكلام ده من خبراء امنيين مش كلام اعلامي. لا 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 ما انا عارف انه الكلام، لا مش كلام حضرتك، ما انا عارف ده احنا بنسمعه بقى لنا يمكن عشرات السنين. طب امال يمثل قد ايه من المشكله؟ لا ما اقدرش تقول لي يمثل قد ايه، هقول لحضرتك بالظبط. يعني اكيد انتوا الضبطيات مش قفلتوا الدنيا كلها؟ لا هو بص، في دوله في العالم تقدر تمنع حدودها كلها او تمنع المخدرات بنسبه 100%. مفهوم طبعا. لكن احنا في مصر ممكن اقول لحضرتك احنا عدينا نسبه 70 و80%. النسبه اللي بنسمعها ال 10% او ال 20% اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي بنسمعها بقى لنا عشرات السنين وعاف عليها الزمن. طب ما تقول لي الوضع الحقيقي بقى. الوضع الحقيقي في مصر الحمد لله، انا عايز اطمن حضرتك ان احنا مصر تعتبر دوله مستهلكه للمخدرات فقط، وفي بعض الاحيان دوله ترانزيت، يعني احنا نعتبر الحمد لله دوله ليست منتجه لانواع المخدرات. لكن احنا في تعاون دولي بنظبط قضايا المخدرات، بنظبط قضايا المخدرات بنتصدى البؤر. يمكن اخر حاجه حضرتك سمعتيها والراي العام كلها تابعها الفتره الاخيره، اللي هي كانت بؤره من اخطر بؤر الاجرام بالنسبه لمصر، بتقال عليه مثلث الرعب ده، اللي بيسموها هي والمثلث الرعب. انتهت هذه البؤره تماما دلوقتي، لان هي كانت ظروف جغرافيه المكان ده خادم تجار المخدرات اللي قاعدين فيه. بمعنى انه ايه؟ اولا تعتبر الالويه يعتبر الحزام الامني او الحزام السكني اللي محيط بالقاهره بمنطقه القاهره. الحاجه الثانيه عشوائيه المكان والزراعات اللي موجوده في المكان وجغرافيه المكان مساعده تجار المخدرات على الاختباء بالمكان ده وتخزين مواد المخدرات. النهارده الحمد لله قدرت النهارده وزاره الداخليه بالتنسيق مع مصلحه الامن العام، الاداره العامه لمكافحه المخدرات بالتنسيق مع مديريه امن الالويه ومصلحه الامن العام، ان احنا اقتحمنا وبجراءه جسوره لم تسبق قبل ان احنا هذه البؤره تقريبا. انا اسفه بس كان نقدر نعمل كده قبل كده. قبل كده امتى؟ ما هي حضرتك نفس الظروف واحده بتقول لي جغرافيه المكان والوضع خادمهم والمنطقه يعني، وتسابوا لغايه لما المساله كبروا زادت عن حدها من سنين، فدلوقتي اقتحمنا ما اقتحمناش من بدري. معلش اعذرني على السؤال ده، لان برضو وانا بقول في حتت في الشارع معروفه وحتت مناطق بعينها الناس نفسها عارفاها وحتى في الاعلام احنا بنتكلم فيها، معقوله الداخليه مش عارفه ولا ايه اللي منعها انها تقتحم المشكله؟ عارفه وعارفه مين اللي قايمين عليها وعارفين طيب. الاماكن كلها. انت حضرتك لسه في مقدمه حضرتك بتقولي ان من 25 يناير وكان في فعلا في انفلات امني. اولا ما تنسيش حضرتك ان احنا دلوقتي بنرده بالنسبه لدول الجوار عندنا عدم الاستقرار السياسي والامني لدول الجوار المحيطه بينا، ده مأثر علينا. انت حضرتك ما تنسيش ان مصر النهارده حوالي 5000 كيلو متر اكتر الضبطيات او الحدود اللي فيها مشكله ايه؟ المنطقه الغربيه. انت عندك حضرتك طبعا على شمال كده النهارده كان بيجي لنا تهريب المخدرات عن طريق الحدود البريه، النهارده بيجي لنا عن طريق البريه والبحريه. انما النهارده الدوله يكاد يكون منعدمه دلوقتي، دوله مسيطر عليها النهارده عصابات مسلحه، فبقت عاملاها في منتهى الخطوره بالنسبه لنا. اكتر المخدرات اللي بتدخل مصر ايه؟ ما تقدرش حضرتك تقولي اكتر المخدرات، احنا الحمد لله دلوقتي بالنسبه لموضوع المخدرات واقولها لك وبكل يعني بنشوف مثلا في التقارير اللي بتجي لنا الاقراص المخدره دي. لا النهارده هو المخدر النمره واحد النهارده في مصر هو مخدر الحشيش. لان ده معروف من ايام الفراعنه وعليه اقبال من ايام الفراعنه، ومخدر الحشيش ده تلاقيه تملي للاسف الشديد موجود في مناسبات عديده على طول كعاده فرعونيه موجوده من ايام الفراعنه، لكن النهارده هو المخدر نمره واحد النهارده الحشيش. بيليه حضرتك الاقراص المؤثره. حالك فاهم انك بتروج للحشيش كده؟ لا خلاص انت بتساليني بقول لحضرتك بتقولي المخدر نمره واحد، بقول لك الموجود كاستهلاك نمره اثنين بعده الاقراص المؤثره النفسيه والعصبيه. لكن كل ده بالنسبه للسوق النهارده بالنسبه للسوق المصري وبالنسبه للموجود، انا بقول لحضرتك ليه كده كل نسبه لا تذكر بالنسبه لحضرتك ذكرتيها. احنا بنظبط كميات بالاطنان وبالاقراص. لو جبت حضرتك الاحصائيه وشفتيها النهارده بالكميات المظبوطه تقدر تقول ان الجهاز ده شغال. في انواع جديده برضو بتدخل السوق نمره اتنين دي برضو لسه كنت هتكلم فيها. للاسف الشديد في انواع جديده موجوده تنزل السوق، القائمين على عمليات المكافحه في مثلا المطارات والخطوط الاوليه ممكن ما تبقاش عارفاها في الاول. في استحدثت الفتره الاخيره دي مع عدم الاستقرار الامني السياسي، قلت لحضرتك لدول الجوار والدول الاقليميه زي العراق وسوريا النهارده قايمه على معامل هيروين، فيها معامل هيروين النهارده موجوده. ففي انواع من المخدرات جديده مستحدثه زي مخدر جديد اسمه الفودو، ده مخدر مستحدث ده جديد. مش كل القائمين على المال مكافحه النهارده
بيعرفوه. بس هبنسمع عنه بقالنا كام سنة؟ لا مش كام سنة حاجة، ده لسه درجين على الجدول ما كملش سنة ولا ست شهور. ده مخدر جديد جدا. مش هو ده بقى. انت حضرتك تقصدي الاكستازي؟ مش عارفه. أو الفودو. في اسامي جديده كل شويه بتيجي لنا من وزاره الداخليه واحنا بنعرض تقرير. ما هو ده حقيقي، ده مستحدث جديد. هو بالنسبه للمخدر الجديد. طب والاساليب المبتكره بقى والحديثه في ده حاجه ثانيه كمان. دي اولا النهارده المهرب عمال يفكر في اساليب مستحدثه، ده كلام مظبوط. والنهارده لو حضرتك شفت معظم القضايا اللي احنا ظبطناها النهارده، يعني مثلا قضايا البلع، قضايا الهدوم اللي بيجيبها النهارده وبينزلها في مخدر الهيروين الكوكايين عشان الهدوم تتشبع ويعدي بيها، ده احدث اسلوب التهريب. احنا كنا قدرنا نظبط الكلام ده كله. الشنطه النهارده فيها جيب سري. معلش مزدور. حط الهدوم في الهيروين وبعدين هيعمل ايه بقى؟ وبعد بعد كده بعد ما مد كميه معينه ان الهدوم دي بتتحمل بتتشبع بيه المخدر. طيب. بعد كده بيعديها من المطار، وبعد ما بتعدي المطار بيستخلصها بمواد كيماويه معينه. ده من اخطر الاساليب. لولا احنا عندنا مصادرنا وعندنا معلوماتنا ما اقدرش اتوصل لقضيه زي دي. بالعكس، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، خطوط التهريب على مستوى العالم بالنسبه لنا واضحه. وبتقول لي والبلع؟ والبلع طبعا ده من اخطر الاساليب. ما كانتش معلومه دي، لازم يكون عندك معلومه مسبقه بالموضوع. كل الشغل ايه تاني برضو يا فندم؟ وعندك شنط النهارده اللي بتحصل فيها، اللي هي الشنطه الدبل بتاعها النهارده، الجيب سري بتاع الشنطه. ده برضو ما كانتش معلومه، متقفله تقفيل مصنع زي ما بيقولوا. يبقى فيها جيب سري تاني. لو ما فيش معلومه انت حضرتك النهارده مركزه في المطار ومركزه في المنافذ الشرعيه اللي فيها التهريب، النهارده مش هتوصلها.